الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قيمة الواردات في عام 2021 بلغت 271 مليارا و300 مليون دولار، والصادرات 225.4 مليار دولار، وعجز التجارة الخارجية بلغ 45.9 مليارا. قال الخبير الاقتصادي التركي إفرين ديفريم زيليوت إن سعر صرف الدولار الأمريكي قد يصل مرة أخرى إلى 18 ليرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، وتابع أن كابوس سعر الصرف سيعود مجددا إلى 18 بعد أرقام التضخم المعلنة أخيرا. شركة رمزي العقارية مستشارك الآمن في عالم العقار في تركيا. للاستفسار والتواصل 0552 559 96 63. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصميم حكومته على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً، ولفت إلى أن الحكومة سبق وأن تمكنت من خفض التضخم إلى مستوى 6% في الماضي. قال هاكان أران مدير عام بنك إيشا التركي أن القطاع المصرفي سيواصل دعم الاقتصاد التركي خلال عام 2022، موضحاً أن القطاع يتمتع ببنية مالية قوية رغم كل التحديات.